صوت الجرس، صوت اناونسمنت. الله يستر. كنا طلعنا بعد انه لا، ايش حيصير؟ مرحبا، شفتوا باول الاسبوع الارباح اللي حققتوها معنا في بوليفارد المواهب، والحين بتشوفون ترتيب السوشيال ميديا بحسب تفاعل متابعينكم على حساباتكم. آه قلبي. وأذكركم مرة ثانية، هذه ما هي النتيجة النهائية. من هنا اليوم الأحد ممكن يتغير كل شيء. أنا الحمد لله مقتنع بنفسي، لأن حسيت حسابي صاعد وتفاعل الجمهور معي. ننتظر النتيجة. أنا حكون الأخيرة. أنا كنت بيسان أول. أستر يا رب. يا رب يا ساتر. ترتيب السوشيال ميديا. يا رب يا ساتر. قبل دخولي البرنامج كان عندي 17,000، وهسه صار عندي 41,000. طبعا اشوف نفسي استاهل انه اكون الاول. بيسان اسماعيل. ما توقعت ابدا، لانه متابعيني كتار ولازم يكون كتير فولوورز وكتير تفاعل حتى اكون انا الاولى. كتير 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 مبسوطه، لانه والله بتنحسب على المئة، يعني ما بتنحسب. ما بتنحسب انستغرام بس، في فيسبوك، في عندك يوتيوب، في ايه، في يعني كل البلاتفورمز. تيرارا تيرارا. كثير فرحانه وقلبي ارتاح. يلا الثامن التاسع العاشر، كل واحد يصطف له. يا جماعه بسرعه، جاني المغص حق الاختبارات. الله يستر. طيب مرتبة الاولى طلعت بيسان، معقوله مرتبة الثانيه يطلع اسمي؟ يا ريت. كثير انبسطت وما صدقت اني بالمرتبة الثانية، فهذا شيء حمسني انه كمل وما استسلم، لانه لازم ابقى بالبرنامج. حلو والله، برافو. ها اول ما فتت على البروجرام كان عندي 3000 تقريبا، اليوم صار عندي تقريبا 30,000. هيدا الرقم بده كثير وقت للواحد يبنيه، بس انا قدرت اعملها بجمعتين. بعده يا سالم يا ياسر، لانه انتم حساباتكم تدبلت، البنات زادوا مره كثير. بس زينب، بس التفاعل عنده قوي. زينب خامس سادس، اتحداكي. خلص انت حاج توتر الناس. يلا ياسر. وطبعا اكيد انا صرت الثالث، هذا بفضلكم، من بعد فضل رب العالمين، وبفضلكم لان انتم دعمتوني وانتم وصلتوني هالمرحله. جو. تقدر تتفضل. يا رب ولد. يا رب انجح. لحد دلوقتي اسمي ما طلعش، بس عندي ثقه ان انا مش هكون في الارقام اللي تحت. يلا كاتي. بدر. يا شيخ الله يسعدكم. يا الله، والله ما توقعت ابدا. انا اموت فيكم، شعور خرافي. الله يسعدكم دنيا واخره يا جماعه.